بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الجزائر معروفة بمواقفها البطولية، دائما هي السباقة بالمواقف البطولية، والشكر الخاص الموصول للسيد الرئيس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون حفظه الله ورعاه، والشكر الخاص إلى وزارة الخارجية التي هي كانت متابعنا خطوة بخطوة، على رأسها السيد الوزير ونيابة عنه السيد الأمين الذي قام بكل الأدوار، والشكر الخاص ثاني أيضا لطاقم الطائرة الذي وجدناه قبل ما نوصل إلى مطار بورسودان، وجدناه سبقنا، والشكر الخاص للسفارة حقتنا بالسودان التي لعبت دور كبير جدا، لأنه نحن كنا في مكان محصورين، ها بفضل حنكة الدبلوماسية بتاع السفارة بتاعتنا، بفضل حنكتها يعني طلعنا والحمد لله بخير، واليوم رانا في أرض الوطن جزاهم الله. اللهم صل على الحبيب، ما شعور لا يوصف، يعني لو وصفت لك يعني ما بقدر اكمل يعني الوصف، يعني اللي احنا الشعور ده والاحساس اللي بنحسه الوقت ده بنحسه.